حياكم الله مشاهدينا في ليلة مميزة جديدة من ليالي وطني وحياك الله. هيا حياك الله فواز ومساكم الله بالخير مشاهدينا في ليلة جميلة من ليالي وطني الجميل. أنا فواز هالأسبوع وايد سعيدة. إيش معنى هالأسبوع؟ لأن دي الأسبوع اعتدل الجو. الله صح. صح؟ دخل علينا الربيع. إيه وفي الليل يعني خصوصا في الليل الجو صار وايد حلو. جدا. الناس يطلعون يتمشون وقاموا شوشة قاعد يطلعون يروحون المطاعم ويقعدون برا. فاحنا نقول هذه بداية الشتاء. الأجواء الحلوة. الحلوة. إيه. مو بس كذي يعني حتى أعداد الإصابات ولله الحمد يعني مشاهدينا قاعدة تنزل. والأوضاع الطبيعية قاعدة شوي شوي يا رب إنه يعني ترجع. فهذه يعني أشوفها كلها صار في هالأسبوع. في هالأسبوع وايد حلو. أجمل أسبوع وإن شاء الله أسابيعنا الجاية كلها جميلة. بالفعل هي يعني مثل ما قلتي ومثل ما شفنا التدرج في فتح المساجد لصلاة الظهر. وكانت قبل فترة في الفجر بس وأمس الطلبة بعد ردين المدارس والكل مستمتع في الصفوف. أسبوع مثل ما قالت هي ومثل ما شفتوا مشاهدينا أكثر من روعة. الأجمل أن احنا نحافظ على التزامنا. أكيد. ليش نحافظ على التزامنا؟ عشان ترد الأمور لطبيعتها ونواصل بعزم وثبات في هذا الجانب. أكيد فواز ويا رب الله يحفظ إن شاء الله البحرين ويحفظ عيال البحرين من كل مكروه يا رب. والحين شو رايك نستعرض فقرات حلقة اليوم؟ أكيد السادة المشاهدين ينتظرون. مشاهدينا اليوم راح يكون معنا ذاكرة البحرين المصورة ورائد التصوير السينمائي في البحرين. ضيفنا اليوم المصور والمخرج السينمائي القدير خليفة شاهين. خليفة شاهين من أبدع المصورين السينمائيين في البحرين. وبعد من ضمن فقراتنا الليلة ناشطة ومؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، تميزت من صغر سنها بالرسم والفنون التشكيلية اللي انعرفت فيها بشخابيط رزان. أنا تعجبني هذه الشخابيط. شخابيط رزان ونعرفت بعد بدورها في الأعمال التطوعية والإنسانية. بتكون معنا بحلقتنا اليوم رزان الجاسم. خلنا نبتدي معاكم مشاهدينا بفقراتنا المتنوعة لكن بعد هذا الفاصل. وطني أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغرد الطروف الشادي يا فخره وبه الحصون منيعة يا عزه رغما عن الحساد. الوطن وجداني وحياتي وعمري وهلي وناسي كلها. أنا بحريني وانت بحريني، أنا مواطن وانت مواطن. البحرين مو جواز ترفعه ولا شعار تبجح به، البحرين هني، البحرين في القلب، البحرين وطني. الوطن ذاتي، وطن هويتي، الوطن حبي وعشقي، الوطن حياتي كلها. ما أعتقد أني ممكن أختصر يعني حبي وعشقي لوطني من خلال كلمة قصيرة، بس إذا بنختصرها بنقول الوطن بالنسبة لنا الهوى اللي نتنفسه. الوطن بالنسبة لي هو الأمان، هو الاستقرار، هو الذكريات، هو أصدقائي، أهلي، ناسي وكل شيء حلو في حياتي. طفولتي، دراستي، جامعتي، شغلي، كل الحرية اللي حصلتها، أسست بيت، عملت أفلام، عطوني كل الحرية للإبداع عشان أبدع، بس لأني كنت في البحرين. الوطن لا يمكن اختزله في كلمه او اختصره في كلمتين او كتاب او كتب، لا، الوطن مشاعر، حب، سلام، محبه. ربينا في البحرين، درسنا في البحرين، تعالجنا في البحرين، حلمنا في البحرين. الوطن حب قياده، الوطن حب شعب. الوطن هو البيت، هو الحضن، هو الحنان. واحنا صراحه يعني نعتذر لأن ما وفيناه حقه الكامل وما نقدر صراحة وما راح نوفيه. الوطن غالي، الوطن أم، أحد يقدر يستغنى عن أمه؟
الفن السابع مشاهدينا هو كل ما يرتبط بحرفية الفنون السينمائية من أصول وضوابط وقواعد ومصطلحات معنية بتسجيل الصور المتحركة والمرئية. ولما نبي نعرف ليش سموه السينما بالفن السابع، لأنه هو اجتماع حق 6 أنواع من الفنون، منها الرسم والعمارة والموسيقى والشعر وغيرها بعد من الفنون. صحيح، وهي مثل ما يقولون أن السينما هي مرآة الشعوب. صحيح. وهي تعكس طبعا واقع المجتمعات والشعوب. السينما مشاهدينا وعالمها يعني هو فن قائم بذاته، لأن فن يعتمد على غيره من الفنون مثل ما قال فواز، واقتباسه من المسرح ومن الأدب، واعتماده على الموسيقى، واعتماده أيضا على العمارة. وما ننسى أن السينما حققت وعي كبير خلال سنوات مسيرتها، وكانت انعكاس للثقافة وكذلك للأدب. أعتقد طولنا على مشاهدينا يبون يعرفون من ضيفنا اليوم. صح. اليوم ضيفنا رائد من رواد الفن السينمائي في البحرين والخليج العربي، فعلى مدار عقود ما تهاون أن تكون معك كاميرته السينمائية ورؤيته الإخراجية من يوم أسرت عدسة الكاميرا من خلال طفولته عشان تكون عالم الأرحب ونافذته على الإبداع. اليوم ضيفنا المصور والمخرج السينمائي الأول خليفة شاهين. يا مرحبا فيك أستاذ القدير والعزيز، سعداء جدا بوجودك. كورين. حياك الله أستاذ، نورت استوديو وطني. أهلا يا مرحبا فيك. شكرا. يعني أستاذ، أنت كنت متوقع أن في يوم من الأيام بتكون أول بحريني يعني يبتدي في التصوير والإخراج السينمائي؟ قبل لا أجاوب على ذي السؤال أو الأسئلة اللي بتي، وايد أسئلة ترى. أنا مستعد، ما جيت إلا مستعد. الله يسلمك. دائما مستعد. أولا أشكر وزير الإعلام أبو محمد، أشكر كل اللي يشرفون على الحلقة هذه من مخرج والطاقم اللي شفته الحين على الكاميرات، وش قد يعني ارتاحيت نفسانيا، شعرت ببطة فرح اني اشوف بنت على الكاميرا. غير البنات اللي موجودين في غير البنات الموجودين على المونيتورز، فهذا شيء يعني وايد انا مستانس منه. ثانيا اشكرك فواز، اشكرك على واجب. هيا لا شكر على واجب. وانا مرتاح اليوم معاكم هني في برنامج، واعتبره يعني احسن اسم لبرنامج حضرت فيه او قبلت فيه طول حياتي، واللي هو وطني. نعم. وطني هذه ما عليه بعد يعني ما عليه شيء الا الله. ما بعد اي كلمه. وطني هو كل شيء، هو القياده، هو الشعب، هو العائلة، هو الأم، هو الأب، هو الإخوان والخوات، هو كل شيء باختصار. يعني أقول لك يعني الوطن ما عليه أي شيء، ما عليه أي إلا الله سبحانه وتعالى. الله يحفظ. هو الوطن ولا في منازع للوطن. صحيح. بعدين نرجع حق سؤالك. والله ما ودنا نرجع حق سؤالي، ودنا بس نقعد ونستمع لكلامك. ما شاء الله عليك أستاذي. يعني لا إله إلا الله عليك. أنت مقدمتك من أروع المقدمات، ودنا بس نقعد إحنا ونحط يدنا على خدنا ونقعد نسمع. ما شاء الله عليك. لا أنا بعد بسمعكم من خبرتك. أنا بسمعكم. الله يخليك يسلمك. فشو سؤالك؟ والله سؤالي الحين أنا ضيعت سؤالي. أنا ما برجع لسؤالي، أنا برجع لأمور أنا قريتها عندك. طيب. أنت بديت يعني حبيت السينما من يدتك الله يرحمها، صح ولا لا؟ نعم. هذا الكلام. صح. وبديت بعد في حب السينما لما سافرت إلى القاهرة لتوثيق جنازة الراحل جمال عبد الناصر. صح. وصورت 30 دقيقة من ذاك الفيلم الجميل جدا، ومنتجته وطلعت بعشر دقائق، وتم حوالي شهر أو أكثر يعرض في دور السينما. صح ولا لا؟ صح. كنت أتوقع في يوم من الأيام أن الأستاذ خليفة شاهين راح يكون أول مصور سينمائي في البحرين؟ لا ما كنت أتوقع، لكن يعني والدتي يدتي الله يرحمها. الله يرحمها وغمد روح الجنة. كانت سابقة أوانها. كانت تفكر يعني مثل الشباب. وكنت أنا عمري تقريبا 8 سنين، وأخوي راشد عمره حوالي 7 سنين. دائما تجودنا تودينا السينما. سينما المحرق يعني سينما صغيرة. في الصيف يكشفون السعف من السقف، وفي الصيف وفي الشتاء يغطونها، ونجلس على كراسي هي دكة مسوينها من اليوص. اي.
صفوف كذي مدرجة كذي ورا الثاني هذه، ونطالع جدار أبيض قدامنا كبير، بعد شوية يطلع وهج ورانا، الوهج هذي جاي من الخلف يسطع في هذه الجدار وتطلع من البلاوي، تطلع من الناس اللي يتحاربون، يطلعون يغنون، يطلعون يرقصون، يتهاوشون، يطلعون طائرات تطير، مكاين تشتغل. يا رب شنو هذه؟ يعني شيء عجيب، شيء مدهش، شيء ساحر ما قط مرة في حياتي. يعني في ذاك الوقت شفت هالشكل، شفنا لعب لكن هالشكل كبير. فلما ينقطع الوهج احيانا في ناس عندهم ليتات يد يورونها كذي، يدورون وين راح يعني ذاك الوهج في الشاشه، احيانا يمكن بوهج مالي اقدر اطلع لي الصوره. استاذ احيانا في ناس بعد الناس يروحون ورا يطالعون وين تطلع ذي الناس، يدورون الناس. فبعد فتره وانا اروح ندفع اربعانات والاطفال بلاش، بعد فترة فكرت أنا لازم في يوم من الأيام أكتشف هذا السر، سر الوهج وسر الجدار الأبيض، سر الوهج، سر الناس هاي اللي تطلع. في يوم من الأيام يابت يدي قعدت في السينما، طالع سينما طالع متعجب، طلعت طائرة في موفيتون كانت الأخبار الإنجليزية اسمها موفيتون. طلعت من بعيد آخر الرنوي ويات شذي على الشاشة، ارتفعت جاية وتكبر وتكبر وتكبر، لأن المصور واقف في زاوية. لما يدي شافها تكبر قال أوه هاي جايتنا، ينزل تحت الكرسي من المواقف. قالت له قوم قوم هاي السينما انت ما تعرف. كانت عاشقة للسينما الله يرحمها. اي يعني هذه اللي انا بس انا عجبتني كلمة سابقة زمانها فعلا. يمكن يعني الاول النسوان يحبون قعدة البيت اكثر والسوالف، وانت ذكرت يعني شيء، وانا الحين قاعده اشوف جيلنا الحين وجيل قبل، يعني الحين يمكن الشباب في السينما يشغلون الليتات اللي في التلفونات الاجهزه، وانتم نفس الشيء كنتوا يعني تمسكون الليتات. مثل ما ذكر يعني فواز استاذ، يعني تلك محطات كثيره، صورت كثير من الاشياء، ويمكن يعني من خلال يمكن المحطه اللي مريت فيها في مصر، يمكن حتى انا قريت بعض الاشياء عنك ان انت كنت يعني شوي خاطرت بنفسك عشان بس تلتقط هالصورة. يعني المصور دائما دوره يمكن شوي حساس وصعب، لأن أنت قاعد تقاتل عشان تحصل لك هالتصوير، وركبت فوق العمود عدل ولا أنا غلطان؟ فوق الأسود. هو شاركني في تشييع جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشخصية شيخنا الله يرحمه غمد روح الجنة، رحمة الجنة إن شاء الله، آمين يا رب. طيب تراه الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة، اشتركنا وأنا رحت من مع الوافد علشان أصور جنازة الرئيس، وحضرها بعد عدد من الزعماء والرؤساء، من هيك كان ياسر عرفات، النميري جعفر النميري، وشيخ الكويت في ذاك الوقت، ورؤساء دول أكثر في ذاك الوقت. طبعاً القاهرة ومصر كلها قامت بصوت واحد، الله يرحمك يا جمال. يعني لما طلعت الجنازة من قيادة الثورة طلع صوت أنا ما سمعته في حياتي كلها، صوت القاهرة ومصر كلها قاموا مرة واحدة بهالصوت هذي مهيب، الله يرحمك يا جمال. ومرت الجنازة على كبري قصر النيل، كبري قصر النيل عليه أسود أربعة في كل زاوية، أنا قاموا تسلقت بمساعدة بعض مرافق بعد اللي كان معاك. في الحقيقة أعطاني وزير الإعلام المصري
الأستاذ عبد القادر حاتم أعطاني واحد يساعدني وساعدوني ركبت على القاعدة. لكن لما افترت الجنازة على الزاوية ياي على على كبري قصر النيل طلعوا ناس غير فوق القاعدة، وبالتالي دفعوا اللي وراي واللي وراي دفعني، فطبيت أنا وكمرتي على الناس. الارتفاع عالي كان عادل. كان ما كان عالي لكن طبيت على أجسام. اي على أجسام. فأنا ما تعورت. ولما مسكت كمرتي تمنيت إنها تكون بعد كذلك مثلي. صحيح الكاميرا ما تعورت، شقلتها واشتغلت ووصلت الشغل. لأن الفيديو ثمين يعني من ضمن أيضا يعني أستاذ الفيلم من ضمن يعني الأشياء والإنجازات اللي قدمتها والإنجازات اللي حصلت عليها، حصلت جائزة كانت مقدمة من رئيسة وزراء الهند إنديرا غاندي. نعم. خلنا نتذكر هذه الذكريات الحلوة. مهرجان الهند عام 1981 حضرت تقريبا فوق 80 إلى 85 دولة، منها دولة البحرين، وارتفع علم البحرين في دلهي في المهرجان. نعم. شاركت بفيلمين، في فيلم صور جزيرة وفيلم عن البقعة، بقعة الزيت اللي اجتاحت البحرين. فيلم صور جزيرة فاز بجائزة ثانية. وعرفنا بعد المهرجان، انتهاء المهرجان، ان الرئيسة، رئيسة الوزراء الهندي إنديرا غاندي بتجي تقابل المخرجين. فاصطفينا كلنا مخرجين، مخرجين افلام وثائقيه، مخرجين افلام روائيه من كل انحاء العالم، يعني من امريكا، من انجلترا، من دول اسكندنافيا، من الهند. الهند مخرجين وايد كثيرين يعني بالنسبه لعدد المخرجين. وافترت انا سلمت عليها وقلت لها اني انا من البحرين، وبعدين استانست ورحبت فيني، وبعدين قعدنا وقمنا نسولف. وأنا الحمد لله كان عندي يعني معلومات كثيرة عن بلدي، مدارس، صناعة، كذا كذا. استانست من شو اسمه من اللقاء. جميل جدا. ما بنطول معاك، ولا احنا ودنا ما نخلص معاك، ولكن بعد عندنا فيديو، عندنا فيديو فيه يعني اسألك مجموعة من الأسئلة من خلال المعدين على البرنامج. خلينا نشوف هذه الأسئلة السريعة جدا كانت معاك دعني. ونشوف إجابتك عليها، ونرجع نكلمك عن هذا المشوار الحافل بالعطاء والنجاح. شوف معاكم الفيديو ونواصل مع ضيفنا. شنو شعورك وانت السينمائي البحريني الأول؟ شعور جدا ممتاز. شعور اني اعرف اني انا اول مخرج سينمائي في البحرين، ويمكن في الخليج بعد. آخر كتاب قريته؟ زبارة. أول شخص فتح عينك على عالم السينما؟ أول شخص جدتي. شنو أمنيتك؟ أمنيتي أمنيتي أني أشوف أكثر بحرينيين مهتمين بالسينما على أصول، يعني على أصولها. إيش كثر فخور في فيلم حمد والقراصنة؟ فخور بالفيلم لأني أنا السبب في وجوده. ثانيا فخور بعد كذلك لأن إعلام عالمي خارجي للبحرين. علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟ كثيرة، أخذ الزين وخلي اللي مو زين. لو يرجع فيك الزمن شنو ممكن تغير؟ أغير أشياء كثيرة، بس اللي أحب أغيرها هي أخلاق الشباب وتصرفاتهم الأيام، يعني في هالأيام تصرفاتهم في الشارع وتصرفاتهم مع أهلهم.
خليفة شاهين عاطفي جدا، هل النهوة مرتبط في البحر؟ أنا مرتبط في البحر نعم، لكن بعد العاطفة اللي عندي تركتها لي والدتي، إن والدتي هي يعني وايد عطوف. مخرج يبهرك وتحب تتابع أعماله؟ بسام الدوادي. لو قالوا لك اختار هواية واحدة من هواياتك شنو راح تختار؟ الحداقة. هواية النجارة بالفطرة؟ هواية النجارة بالفطرة، وبعدين تدربت على المهنة في مدرسة الصناعة. اي والله حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونواصل طبعا الحديث مع ضيفنا الاستاذ خليفه شاهين. الاسئله كانت يعني العاده فواز شوي يعني يقول او يحط على اللي سوى هذه الفقره انه هو تحقيق. الاسئله السريعه هذه كانت يعني زينه ما وترتك؟ لا اوكي كانت زينه. كانت زينه. استاذ قلت شيء اذا تسمح لي بس يعني بوقف عند اجابتك انت قلت انا اتمنى ان يكون في عدد كبير من البحرينيين ينخرطون في مجال الاخراج والتصوير. وانت البدايه بعد ذكرت يمكن زميلتنا ردينا، يا بختها يعني طبعا ردينا انها هي مصوره، ويعني شكرتها وقدرتها طبعا على وجودها كبنت. اليوم تشوف أن في كثير من الشباب مهتمين في ذي المجال، مجال التصوير، مجال الإخراج، سواء من الجنسين يعني الشباب ولا البنات؟ اي نعم. تحققت يعني منيتك؟ كثير اي كثير مهتمين بالتصوير، كثير مخرجين. أنا بس أتمنى أن المصور أو المخرج يأخذ وقت في العمل هذه. يعني لما يصير مصور يتم شوية يستمر يصور يكتسب خبرة، وبعدين ينزل من التصوير إلى المونتاج، بعد المونتاج يتحول إلى مخرج. يعني احنا أنا أشوف إن في بعض الشباب يصور له فيلم أو يصور له فيلمين وبعدين بسرعة يتحول إلى مخرج ويقول أنا المخرج. هو لازم يعطي نفسه وقت صح شويه يصور كذا فيلم وبعدين ينزل للمونتاج، لان المخرج الجيد المخرج الزين المتمكن هو اخذ فتره يعني لا باس بها في المونتاج. صحيح. لان المونتاج يعطي فكره كبيره يعني للمخرج. بالضبط. شي يريد من المخرج، اي لقطه من المخرج يريد يصورها. هاي نصيحه ذهبيه الصراحه لكل المخرجين. ولا يستعجل انه يصير مخرج. خلاص انا مخرج، اصبر شويه بتصير. صور يعني تدرب فتره طويله وتدرج بعد شوي وبعدين انزل للمونتاج، وبعد المونتاج تدرب على الإخراج. لما توصل بعدين لمرحلة الإخراج يعني هذه فترة. أنا فترتي خذيت فترة طويلة أصور فقط، وبعدين خذيت بعد فترة أصور ومنتج، أصور ومنتج وسجل. يعني فترة شريط أنباء البحرين كانت شغلة شخص واحد، هو اللي يصور، هو اللي يخرج، هو اللي يسجل، هو اللي منتج، هو اللي يرسل رانك لابوراتوريز، يستلم النسخة نسخة العمل، يقطع نسخة العمل. هذه بنوصل لها شريط أنباء البحرين أستاذي. طبعا. بنتكلم عنها، عندنا محور كامل عن شريط أنباء البحرين. طبعا. أنا بس بدي أرجع شوية لبعض الإرشادات اللي ذكرتها للمخرجين، وبعد ذلك أنا ودي أعرج على الفيلم الخاص بجنازة الراحل زعيم جمال عبد الناصر. بعد ذلك أنت كان عندك الفيلم جاهز وقدمته، وكنت تتمنى بعد تقدمه لعائلة المرحوم.
قدمته بعد ذلك؟ نعم، في زيارة في نوفمبر الماضي. نعم. كنت نسقت معاهم، فرحت القاهرة بس خصيصا علشان أقابل دكتورة هدى أو أستاذ عبد الحكيم أو أي واحد أو أكثر من واحد من جاب راحل جمال عبد الناصر. نعم. فالحمد لله يعني بعد أسبوعين في وجودي في القاهرة استطعت أن أشوف حفيد الزعيم اللي هو اسمه جمال خالد جمال عبد الناصر. زرته في بيتهم وضيفنا ما شاء الله، شاب لطيف من أحسن ما يكون، وهديته نسخة في DVD، سويت لها علبة بعد حلوة، وارتاح وايد ارتاح من الهدية. وبعدين كان ابني عبد الحكيم ما كان موجود في القاهرة، صحيح، كان في لندن، انتقل من لندن إلى أبو ظبي، خلف على عائلة الآن هيون، كان عندهم وفاة، وبعدين القاهرة. في 25 من نوفمبر قابلت عبد الحكيم وهديته نسخة ثانية في الإمارة، في مكتبي في لا في القاهرة، في القاهرة، لأنه عقب خلص من الخلف رجع القاهرة. رجع القاهرة. فارتاح استانس منه. وزرت كذلك المتحف، متحف جمال عبد الناصر اللي هو كان بيته. كان بيته. كان بيته. بعدين عرفت منهم ان الفيلم اللي انا صورته اضافوه الى الميديا، قسم الميديا في المتحف، قسم الاعلام في المتحف. وانا في الحقيقه لما شفت الفيلم، فيلم الجنازه الموجود في المتحف، ما كان في جوده فيلمي صج، يعني اقول لك انت بعد لازم تمدح فيلمك. لا بس ما طبعا تعبت عليه واشتغلت عليه. اضافوه الى الميديا، الفيلم الموجود اللي كان يعرض في الميديا، وهذه يدل على ان جودته يعني. بعد الحين عندنا مشاركه البحرين في تشيع جنازه عبد الناصر في الميديا في متحف موثقه رسميا في المتحف موجوده. من الروائع اللي قدمتها واللي عملت فيها ايضا فيلم حمد والقراصنه. قبل ما نكلمك عن هذا الفيلم اللي يعتبر من روائع السينما خاصه البحرينيه واللي اشتغلت فيها شركات امريكيه في هذا الفيلم، خلينا نشوف هذا المقطع من فيلم حمد والقراصنه وراجعين لك للحديث عن هذه الرائعه من الروائع. Dilmun was an oasis, a desert island fed by artemis that bubbled up and made the land a garden paradise. But it was best known as home of the fabled pearl divers of antiquity. And so beautiful were the pearls of Dilmun that they were known as the flowers of immortality. Legend says that Noah came here after the flood in search of the pearl of eternal life. But no great civilization lasts forever. And at last, the sands of time moved in to cover the temples and the rich men's houses, burying the careful accounting books, the golden trinkets, the jars of offerings to the gods, and all the myriad signs of ancient glories. 2,500 years ago, Dilmun faded into legend and was forgotten. The centuries passed. Until finally, with the coming of the Muslims, the little island re-entered the stream of history. But its age of greatness had been long forgotten. It even had a new name, Bahrain. And now its only fame was as a land of 100,000 tombs. Only now, more than 50 centuries after its beginnings, the probings of modern archaeology are beginning to piece together the story of Bahrain's past. Dilmun of the myths and fables becomes more real with each discovery. And the lectures in the new museum in the capital city of Manama draw fascinated listeners. It seems each new excavation pushes back the dawn of recorded time.
Who knows what future discoveries still lie ahead here on this island of Bahrain. يعني ضيفنا الأستاذ خليفة سمع ستاند باي، فهذه الستاند باي تعرفونها أنتم المخرجين صح أستاذ؟ ستاند باي اللي يقول لنا ستاند باي إن شاء الله بس هو يقولها بغضب عاد يبين عليه طبعا أستاذ احنا عرضنا طبعا الفيلم حمد والقراصنة انتشر انتشار كبير وما زال في ناس ليل الحين لما يعرض ليل الحين يحبونه ويطالعونه وأصلا يمكن قريت أنا من ضمن الكومنتات اللي فيه حساب تلفزيون البحرين في ناس قالوا سألوا الأستاذ عن حمد والقراصنة أيه تم تصويره في عام 1970 إذا أنا يعني ما كنت غلطانة إيه هو ابتدين ونعرض في 71 صحيح؟ صحيح احنا ابتدين في مايو 1969 حضرنا للفيلم ابتدين نصور بعد 6 أشهر من التحضير يعني صحيح في شهر نوفمبر أو ديسمبر من 69 بديتوا في 70 تقريبا بديت التصوير الفعلي شلون لقاءك من مايو إلى تقريبا ديسمبر إلى ديسمبر شلون لقاءك كان في مخرج الفيلم ريتشارد ذكرني بهذا اللقاء كلمني عنه يعني لما تلاقي في ذاك الوقت في سنك المبكرة تتلاقى مع مخرج كبير مثل ريتشارد الله يرحمه الله يرحمه أنا كنت أنا كنت موظف في بابكو في ذاك الوقت وكنت أعد أصور وأعد شريط أنباء البحرين الوحيد المصور السينمائي في البحرين وبابكو أخت أرامكو خواتهم فيعيروني لأرامكو أروح صحيح. راس تنورة أصور تنتج بعض الأفلام هناك أي شيء عندهم يعني بدل لا يطلبون أحد من أمريكا وهذه كانت عادة أرامكو أن يجيبون الناس من أمريكا يصورون الحين عند حصلوا على أحد يمكم في البحرين في البحرين قريب فيطلبوني أروح أصور وكنت جالس في الكافيتيريا أتغدى تذكر بالتفاصيل ها؟ إيه أذكر كنت جالس في الكافيتيريا وتتغدى ويا لك الطلب نعم لكن ما اذكر القضية شنو كان الى عشان بتجوعنا ورانا عشاء فزين اللي بتذكر يعني انت جيت ما تعشيت لا ما تعشيت ما تعشى انا يعني الحمد لله خلي وجبة العشاء هذه بس اعتمد على الريوق والغدا لا ما في عقب انا بعد ما تعشى انا بس اخذ سوب وتوست او روب بالخيار اي هذه اللي احنا سوب ضروري يعني ف شوف معداتي يمي كاميرا 35 مليمتر بروفيشنال يعني ترايبود يعني اللي هو اللي يحمل الكاميرا وآلة صغيرة الكور للتسجيل اللي يقول لي هلو قلت له يس هلو قال لي this is your equipment معداتك قلت له يس yes. are you a cameraman قلت له yes I am where you from قلت له from بحرين قال يا you know I was looking for somebody like you from بحرين وهو يل البحرين في 1949 هذا راح قبل فترة واندهش باللي تعطيه البحرين من تاريخ حضارة وحضارة وتراث وبحرين هل هالجزيرة هذه الجميلة الحلوة الخضراء تعرف ذاك الوقت كانت بعد أكثر خضراء أم المليون نخلة نخلة قال لي أنا زرت البحرين في 1949 واليوم أحب أسوي فيلم عن البحرين وولت ديزني يعملون قصص من دول كثيرة في العالم من مدن يأخذون منها صبي ويسمونه اسم المدينة يعني صبي من القاهرة صحيح. أو صبي من سنغافورة أو صبي من البحرين اللي يكون البحرين فأنا أبي أسوي أعمل فيلم صبي من البحرين تقدر تتكلم مع المسؤولين
وانا اي بحرين ونتفق ونصور ونبي وذاك. قلت له حاضر ولا يهمك. وولد ديزني يجون البحرين؟ قال لي ايه وولد ديزني ايبهم البحرين. قلت له هذه احسن شيء، وانا متاكد ان المسؤولين في البحرين راح يوافقون على هذا. يرحبون طبعا. لما جيت تكلمت مع الله يرحمه وزير الاعلام طارق المايد الله يرحمه، طيب الله ثراه، قال لي والله الفكره زينه خليه. فضيف ضيف ضيفنا ويسكن في عوالي، لنا بيت في عوالي. ابتدينا نشتغل على الفيلم صبي من البحرين. سيناريو موجود وكل شيء موجود. كل شيء موجود، سيناريو موجود. ابتدينا نشتغل على الصبي. وين نحصل الصبي؟ حين شخصية الطفل هذه الصبي اللي يمثل البحرين الصبي، وين نحصل فيه؟ وين نحصل ذاك؟ وين نحصل المواقع اللي بتصورون فيها تم الاتفاق عليها؟ نشتغل هالشكل. بعدين ابتدينا نصور ونرسل الراشز اللي يسمونه راشز، يعني الراشز المواد المصوره ذيك اللي صوره يعني بعلاته، نرسله الى ديزني في بربانك. ديزني شافوا ان البحرين تقدر تعطي اكثر. المخرج هني قال لي خليفه احنا يعني هاي ما يعني قليل على البحرين، احنا بس نسوي صبي من البحرين، خلي شوي نطور الموضوع، خلي تكبر. درسنا دراسة مستفيضة ان ذي لازم نسوي له طريقة انه يصير قسمين بدل قسم واحد صبي من البحرين. ودشينا في امور مثل الغوص، دشينا في امور مثل الصحراء يعني الربع الخالي، دخلنا في امور كثيرة في الجسم حديثنا واكتشافاتنا للأمور الكثيرة في البحرين. لك في المحرق تشوف أشياء صحيح. يعني تراثية وايد حلوة، العيون تطلع الأبار. مثلاً لعالي البحرين القبور في أشياء يعني المتحف طلع أشياء كثيرة حق ديزني وورلد. فاسمحوا لنا أن احنا نمدد الفيلم من قسم إلى قسمين ويصير النتيجة الكاملة للعرض ساعة وستة وعشرين دقيقة. ساعة وستة وعشرين دقيقة. ساعة وستة وعشرين. هو كم كان المفروض؟ ساعة ونص. إحنا أخيراً بعد الأديتينج صار ساعة وستة وعشرين دقيقة. هو الصبي من البلد كم مدة؟ فبعدين ساعة. 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 فصار مع الكوميرشال يصير ساعتين. أيه يعني يعرضونه مرة عرضونه أسبوع أسبوع الثاني عرض العرض الثاني. أنا بايج في هذه. فصار بس شلون نقول صبي من البحرين؟ خلي نسوي شيء آخر. خلي بدل في مهربين للآثار ومهربين للأشياء الثمينة الكنوز اللي من دلمون، خلي إحنا نشوف شيء آخر نطلق عليه. طورناه إلى ابتكرنا أول سماغلرز، فكلنا سماغلرز يعني كلمة زينة، خلنا نسوي بايرت أحسن أكبر. فطلع الولد اسمه حمد، فخلنا نسميه حمد and the pirates والقراص. طلع لها يعني تشكيلة حلوة صح. يعني قوية. اسم لصدى. اسم لصدى. اي بالضبط. فرحنا على هذه استمرينا من البدايه للنهايه سنه ونص الين انتهينا في اول عرض لحمد والقراصنه في امريكا كان في 7 مارس 1971. بعدين ساعه واحده مع الكوميرشال 14 مارس 1971. القسم الثاني. القسم الثاني. ساعة مع الكوميرشال. واحنا اليوم نتكلم عن حمد والقراصنة، احنا نتكلم عن 1969. ولازم احنا نتكلم عن حمد والقراصنة. وانا اقول لك ان الفيلم يستاهل. يستاهل. نتكلم عنه اليوم. صحيح. وبنتكلم عنه بعد في المستقبل وغيري
والأجيال القادمة. الأجيال الجاية تتكلم. لأن إعلام عالمي خارجي. صحيح. في سنة 1969. إحنا نحتاجين حق الإعلام الخارجي. صحيح. وأنا أقولها أنا مسؤول عن كلامي إن إحنا اليوم وأمس وأول أمس وأول أول أمس محتاجين حق إعلام خارجي. ما عندنا إعلام خارجي. صحيح. يعكس ولهذا يعكس بمختلف اللغات يعكس الحلاوة اللي عندنا يعكس التاريخ العتيد تاريخ معاصر وتاريخ سالف يعني احنا ما ننقص عن الاهرامات صحيح في عندنا تاريخ آلاف السنين عندنا صحيح. احنا تاريخ جيولوجيا في عندنا لكن حضارات ما تظهر لك صحيح شوف الأهرام لها صدى كبير لها إعلام كبير في كل العالم صحيح. تظهر والسواح اللي يروحون لمصر يقصدون الأقصر ويقصدون الأهرامات الأهرامات مباشرة احنا عندنا دلمون هني عندنا أهرامات صحيح. احنا عندنا هني بعد يعني أرض ثرية بالتاريخ صحيح. بس محتاج لين شنو محتاجين إعلام خارجي. عالمي خارجي صحيح. يروج ويكون يعني بمختلف اللغات واحنا صحيح يعني استاذ بلدنا فيها تنوع فيها حضارة فيها تاريخ يمكن انتم كان القصد منها في البداية كان فيلم لكن البحرين فرضت نفسها بجمالها بتراثها فصار يعني قسمين صح. لك مشاركات استاذ بعد في كلجان تحكيم او في لجنة تحكيم طبعا تحكيم الافلام السينمائية نعم خلنا نتكلم عن هذه المشاركات سألي ايش تبين تتكلمين عنها شنو المشاركات اللي شاركت فيها وين كانت شاركت في مهرجان الفيلم العربي رتبه وقام بتنسيقه مخرجنا المحبوب بسام الدوادي وعيني رئيس لجنة التحكيم في هذا المهرجان هذا مهرجان الفيلم العربي ما اتذكره بالضبط في أي سنة بس 93 ويات وفود ومشاركات كثيرة في المهرجان وأنا مو بزين يعني في هاي الأمور في التحكيم يعني تحكيم ما تحكيم ليش مو بزين فيها قلبك وايد هيئة عورك قلبك لما تحكم ما شفت نفسي يعني في التحكيم في عملية التحكيم في التحكيم ما شفت نفسي ما أدري يمكن أظلم أحد كان أقول لك قلبك رهيف ما تبي تظلم أحد ما تبي تقلل من عمل أحد يمكن كلامك وأنت عارف حجم العمل لما يكون في الحجم يقولون لك بس مشيت الحال مشيت الحال لا تمشي أنت ما شاء الله عليك وبسام ارتاح مني يعني مرة واحدة ونوجه له التحية وكان ضيف موجود بسام الدوادي وجه له التحية حبيبي بسام لما يذكر بسام يذكر فيلم الحاجز بعد أي نعم الحاجز وأفلامه كلها يعني أنا تكلمت عن بسام في حلقته في وطني هو أعطى للبحرين أعطى للفيلم الروائي أكثر من أي مخرج في نظري خلني أنا أتكلم عنك شوي وأنا أقل من أن أتكلم عن خليفة شاهين ولكن طبعا. الأستاذ خليفة شاهين يقول لك إذا تبي تشوف البحرين شوفها بعدسة خليفة شاهين ليش هذا التوثيق يعني ارتبط بخليفة شاهين شو اللي حببك في مجال الأفلام الوثائقية من جانب والبحرين من جانب آخر حبيت أنت تعلن عنها ولا تروج لها ولا تذكر تاريخها العريق من خلال أفلامك الوثائقية دائما أحب أعمل هاي الأمور يعني أحب أشوف الشباب ينخرطون في ذي الفن السابع هو فن يعني أنا مؤمن به على أنه وايد قوي بالنسبة للإنسان هو يأثر على الفكر يأثر على الإنسان يأثر على المشاهد تأثير كبير يعني ممكن يغير قناعاته أحيانا لما يشوف فيلم وثائقي معين
نعم. يغير قناعاته أحيانا لما يشوف فيلم وثائقي عن الفيلم. أنا في اعتقادي الفيلم الوثائقي أصدق من الفيلم الروائي. أصدق لأن الفيلم الروائي أنت بروحك تعد وبروحك تعمل القصة وتجيب الممثلين اللي أنت تحتاج لهم أو المناسبين للدور وتخلق تخلق الفيلم. أنت بروحك تخلق الفيلم. لكن الفيلم الوثائقي يفرض نفسه عليك لأن شيء موجود وأنت لازم تصورك كما هو. بس مو بأصعب يكون الفيلم الوثائقي يعني العمل والجهد اللي يتم من خلاله لأنك أنت قاعد تعكس شيء موجود فتبي تطلع بهالصورة بأجمل صورة وفي نفس الوقت مطلوب منك تطلع بصورة الحقيقية اللي بدون أي رتوش جمالية عليه. صح وهو أصعب. صحيح يتوقف بعد على المادة يعني اللي أنت تصددها. لذلك أنا أعتقد فيلم الوثائقي أصدق لأنك مثل ما قلت تروح لحذافير الموضوع تبي تطلع كما هو. يعني لنفرض أن احنا تصور فيلم عن ديلمون أو جلجاميش لازم بتروح حق القصة هذه من أصلها. صحيح. لازم تطلعها من أصلها. صحيح. وعشان تطلع جلجاميش الملك هذه اللي عمل كذا وعمل كذا وصار في ذاك الوقت وحفريات ومحفريات تبي جهد طبعا. صح. وتبي تثبت في يوم من الأيام 5000 أو 6000 مضت تجيبها للشاشة اليوم تبي تعرض الوقائع اللي صارت في ذاك الوقت. فهني في يعني الإخراج الجيد رؤية المخرج والرؤية البعيدة. صحيح. في التاريخ تجيبها حاضر قدامك واقعية تكون. بعد فيلم الروائي عندك ممثلين تكيفهم حسب ما تريد تقول لهم شو يقولون وشون يتحركون. صحيح. فهذه بعد لها صعوبتها إذا أردت أن تقوم بعمل جيد. بس هني قابل للتغيير هناك غير قابل للتغيير. هذا اللي يفرق ما بين الروائي وما بين التوثيقي. أستاذ إحنا من ساعة يعني استوقفناك يوم كنا طالعين نشوف التقرير. الحين بنرجع كنا نتكلم عن الشريط شريط وكالة أنباء البحرين. ذكرت أنه يبي له مجهود وأنت تشرح لنا شلون كنت يعني لازم تحط أعتقد تأخذ بعض المواد ولازم تعرضها وبتلجأ حق كثير من الأشياء. إذا ممكن تكمل لنا عن يعني هذا المجهود اللي كنت تبذله في الشريط. هو مجهود شريط أنباء البحرين أو أي شريط أنباء مجهود وايد أقل من الفيلم الوثائقي. يقول لك ألا إذا في بعض اللقطات في أي فيلم إذا كان وثائقي أو روائي أحيانا المخرج يقول عطني لقطات آلا نيوزريل. آلا نيوزريل يعني حسب ما يصور في النيوزريل في الأخبار وهي أسهل أشياء للتصوير اللي هي مطابقة. أنت شو تصور؟ أنت تصور اللي يحدث قدامي. بالضبط. يعني أنتوا قاعدين قدامي تتكلمون مع بعض أنا أخذ الكاميرا وأصوركم وبعدين أودي على الطاولة وأقطع الفيلم. صحيح. تهيني ما في شيء صعوبة بس اختيار القصة وترتيبها بعدين مثل ما قلت لك أصور وحمض أرسلها رانك لابورتيز يحمضون لأن أصور نيجاتيف يروح ويحطونه مع بعض يسوون بوزيتيف يجيني البوزيتيف أقطع البوزيتيف وأطرش لهم وأحط معه صوت ويرجع لي بعد كامل يعني اللي يسمونه هو شو برينت 35 مليمتر. كل نيوزريل يحتوي على 5 أو 6 مواد كل مادة دقيقتين يرجع لي 6 قواطي اللي هو الرولة هذه الرول 6 قواطي لكن ما فيها شو اسمه بكرة اي بدون بكرة زين بس كذي في القوطي زين
أوزعها على السينمات الست الموجودة في البحرين أول. توزعها على السينمات. وزعها أنا وزعها على جميع السينمات، سينما زياني، سينما أول، سينما الحمراء، سينما المحرك، سينما لولو. وزعها عليهم زين ويعرضونها حق شهر واحد. جنازة عبد الناصر عرضت حق شهر واحد. يعني 30 يوم. ثلاثين يوم. هي أحياناً شريط أنباء البحرين موضوع واحد. فإذا كان زيارة مشاركة لشيوخنا في أي مكان في الدول، هذه المشاركة تأخذ شريط واحد شريط كامل. إذا كان 20 دقيقة أو 10 دقائق، بس شريط أنباء البحرين عموماً 10 دقائق. وكل مادة دقيقتين. كل مادة دقيقتين. آخرها رياضة أو مثلاً حادث سيارة أو شيء من هذا. هذه آخر شيء. في شيء يعني خفيف يكون في الأخير أي الختمة. ختم. فبعد ما يعرض في السينمات ست أخذ القواطي كلها أحطها عندي وتجيني نسخة 16 مليمتر. هذه حق شنو؟ من نفس اللابوراتوري. هذه بعد منسخة مرتبها. هذه 16 مليمتر أوزعها على وين؟ على الأندية في البحرين وعلى القرى. الأندية الثقافية. أنا الثقافية. الأندية الثقافية. أنا أروح أعرض لهم في الليل. أنت بروحك تروح تشغل. أنا أروح بروحي مع فان كامل بابكو عدته، يعني بابكو تشكر لي أشياء كثيرة بالنسبة للإعلام والأفلام وال. بابكو تشكر حتى على تعاونها مع وزارة الإعلام على مذهب العديد من الأفلام اللي موجودة عندنا. إيه ترتيب هذا. صحيح. صحيح. وزارة ما كانت عندنا وزارة إعلام في ذاك الوقت. كان الشيخ الله يطول في عمره محمد بن مبارك كان يشرف على الخارجية والإعلام. نعم. وينسق مع بابكو الأفلام والصور وكل شيء، فأصبح هو الإعلام وهو الخارجية. ولذلك أستلم 16 مليمتر أعرضها في الأندية. الأندية في فان جاهز من بابكو في بروجيكتر سلامة متحركة. إذا في إذا 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 الأندية غالبا عندهم كهرباء، لكن لما تروح القرى احيانا في محلات ما فيها كهرباء. صحيح. فالناس الاطفال والناس يظهرون برا ويفترشون الارض يجمعون يقعدون على سهره حلوه تكون. وانا احط الفان والبروجيكتر واعرض احط لي شاشه على الارض واعرض اول شيء اعرض لهم كرتون تجذب الاطفال الموجودين دانل داك بلوتو مارش. بعدين أعرض فيلم وثائقي عن أي بلد في العالم، ها، وفي نفس الوقت أعرض شريط أنباء البحرين. فأنت روجت. فيتوزع شريط أنباء البحرين ما بين السينمات وما بين الأندية وما بين القرى. المدن والقرى. لدرجة إن كان عرفوني خليفة خليفة ياي خليفة بالسينما. ايه. خليفة السينما القرى بعدين. ويطلعون الأهالي يركضون مستانسين. يعني هذا بعد مجهود كبير أستاذ يعني. إيه ضغط عمل. بعد إضافة إلى عملية التصوير وأنت ذكرت في سياق كلامك عملية التصوير. أنت يعني المشاهد لابد إنه يعرف إن عند الأستاذ خليفة حوالي 800,000 صورة مأخوذة من جمالية البحرين في الثلاثينيات من ذاك الوطن من ذاك الزمن. هل لا زلت مستمر في عملية التصوير بهذه الطريقة؟ للجماليات اللي موجودة في البحر. الحين؟ لا الحين أنا تقريبا شبه متقاعد. متقاعد بس التصوير والهواية هذه من الصعب إنك تقاعد عنها. صح هذه عشق. صح. أي. الحين. ما كانت مهنة كانت عشق. الحين أحب شو اسمه أشوف الشباب وألقي بعض المحاضرات نصائح دراسة تدريس شيء من هالنوع. في نفس الوقت. عندي من مؤسسة الصقر أرشيف ضخم للأفلام موجودة عندي. جميل. والمعدات. نعم. واللي يبي لذلك الحين مريح يعني لأنه والله يعني ما تتصور أن هذه الأمور اللي ما يدش فيها يفتكر أنها سهلة.
أكيد. لكن هي تبي جهد صحيح كبير. تبي جهد تبي عمل حتى على حساب الأسرة صحيح. حتى على حساب أسرتك يمكن افتقدوك فترات طويلة أن أنت منهمك في عملية التصوير يعني يمكن علشان لقطة واحدة الناس يمكن ما يدرون إيش كثر أنه فعلا المصور يعني يبذل مجهود ويقاتل عشان يحصل لقطة لقطات الحين نشوفها في التلفزيون بالضبط. صح أستاذ إذا تسمح لنا الحين إحنا عندنا فيديوين واحد فيديو للأهل وواحد حق الأصدقاء فأنت بتختار الحين الفيديو اللي تحب أن نعرضه قبل تبي الأهل ولا الأصدقاء وبعدين بتعرضون الأهل إيه خلينا نشوف الأصدقاء نشوف الأصدقاء يلا خلينا نشوف مشاهدينا الأصدقاء الحين بريك الحين بنشوف الفيديو خليفة شاهين خلفان أنا شهادتي مجروحة في هذا الرجل لا أستطيع أن يعني أتكلم عنه دون أن أذكر تاريخه اللي كان السبب في أن إحنا كسينمائيين نواصل في مجال السينما ونحقق الأفلام لولا هذا الرجل كان ما أدري يمكن إحنا اشتغلنا شغلة ثانية خليفة شاهين بنى نفسه بنفسه اشتغل نجار في بابكو وراح 4 سنين رجع اشتغل في العلاقات العامة ومن العلاقات العامة راح للشغلة اللي هو كان يحبها وهي التصوير الفوتوغرافي وبعد ما بدأ في التصوير الفوتوغرافي بتعث إلى أبلينج بكلية أبلينج في بريطانيا ودرس التصوير السينمائي وأتى وحقق الأفلام السينمائية اللي هي أنباء البحرين الأفلام اللي كان مسكين في ذلك الوقت يأخذها ويلف على القرى والمدن عشان يعرضها عشان الناس تشوف تاريخ البحرين هذا الرجل بنى نفسه بنفسه يعني احنا كنا انا كنت محظوظ لانه كان خليفة شاهين موجود فاستطعت ان اصبح سينمائي بسبب وجود خليفة شاهين لكن خليفة بدأ لوحده ونفذ كل هذا التاريخ كل هذه الأعمال السينمائية لوحده دون وجود أحد دون وجود إرشاد دون وجود وأثبت ونجح في هذا حبيبي بسام يعني تكلم عن شلون بديت في بابكو وين تنقلت شلون الخبرة اللي خذيتها هذه يدل على أن أستاذ بسام الدوادي وايد قريب منك أنا بعد قريب منك صح هو بغريبة حبيبي بسام تشوفون هاي بسام يعني قد مرة شفتوه وجهه عابس كله مبتسم دائما لما تشوفه مبتسم يعني أنا أعتقد لهالسبب سموه بسام لأنه مبتسم دائما لأنه دائما مبتسم توقعون قلبه يحب الناس يعني صحيح. الإنسان اللي تشوف وجهه مبتسم دائما بشوش يحب الناس صحيح طيب صدق وهو طيب وانت بعد طيب وعلاقتك حياتي وعليك زود تحياتي علاقتك مع اهلك وايد قويه الحمد لله وشكرا وهذه واضح من المقطع اللي بنشوفه معاك وبنسمع معاك الحين الحمد لله وشكرا. خليك معنا على المسمع وبالنظر شوف خليفه اخوي وايد حساس ورقيق يعني يتاثر بالاحداث اللي تصير أتذكر أنا موقف له لما كان يزورني كل جمعة كانت الوالدة توصي الوالد ولا يعني اشتر أفضل السمك في السوق فهو كان يحب السمك المشوي فأنا أسأله يعني إيش معنى هذه بالذات في ذي اليوم الوالد بيب أفضل السمك فكانت تقول أخوكم خليفة اليوم بي فالله يرحمها لما توفت جت الأيام في الأيام وكني جالسين أنا وخليفة فجبت له السالفة هذه فلما جبت له السالفة شفته تأثر وايد حتى أن كانت الدموع تنزل من عيوني بكثرة فهو رقيق يعني وحساس لدرجة كبيرة هو أخوني يعني وإحنا نحب حب كبير ونحترمه ونقدره
لأنه هو صاحب فضل بعد الله سبحانه وتعالى علينا، يداري الجميع، يحب الجميع، متواصل ويا الجميع. الله يعطيه الصحة والعافية ويطول عمره إن شاء الله. آمين إن شاء الله يا رب. الآه طالع من القلب. الله يخلي لك إن شاء الله ويحفظ لك محمد حبيبي. شكراً أبو محمد، يعطيك العافية. ليش الصمت؟ ها؟ ليش الصمت أول ما خلص الفيديو؟ تأثرت. الله يخليه إن شاء الله. الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. ويرحم موتانا موت المسلمين يا الله رب. الله يحفظك إن شاء الله. هم الأساس في هذه التربية، هذه هذا الجهد اللي بذل، هذه المقام اللي وصلت لليوم، هذه التعب اللي وصلت لليوم. أنت ذكرت في بداية ما قعدت جدتي الله يرحمها، أنت ما نكرت كل واحد عطاك من وقته، عطاك من جهده، عطاك من حبه، من عطفه عليك. صحيح، هذه اخلاص ووفاء منك يا استاذ. الله يحفظك ان شاء الله ويبارك في عمرك يا رب. وهالدموع دموع غاليه علينا كلنا. دموعك غاليه علينا كلنا يا استاذ خليفه. خلينا نشوف معاكم مشاهدينا هذا التقرير. أتواصل مع الأهل، يعني جميع أفرادها، واللي يعني تقريبا هم عددهم فوق 200 نفر، لكن دائما أتواصل معهم وانصحهم دائما أن يتحذرون، ونفس نفس التعليمات اللي تي من وزارة الصحة أنهم يتباعدون عن بعض، وتمون على التليفون وعلى الواتساب وعلى الفيديو إلين الله يفرجه. شاركة البحرين في تشييع جنازة الرئيس جمال عبد الناصر متمثلة في الشيخ عيسى طيب الله ثراه، ووفد مرافق، وأنا كمصور سينمائي ومخرج للجنازة صاحبت الوفد. كانت يعني جنازة كئيبة وسط القاهرة، وكأن يعني مصر كلها قامت في ذاك اليوم بصوت واحد، الله يرحمك يا جمال. أنا أحب يعني أشوف أحمد عيد آدم إن شاء الله يتوفق في الإعلام وفي الإخراج السينمائي. أنا أعتقد أنه شغوف بالشغلة هذه، وشفت بعض أعماله. كذلك في شخص آخر أحب أشجعه وأحبك بعد كذلك، هو محمد أبو علي، بعد شاب شغوف ويحب يتقدم في صناعة السينما أو تجارب سينمائية. في البداية هي كانت مهنة، وكانت مهنة سريعة قبل لا تحول إلى السينما. وأنا مستعد أن أرافقكم له. هذه الهواية اللي أنا بغيت أكلمكم عنها هي طبعا هواية النجارة، اللي كانت بالنسبة لي عمل، لكن بعد ما دخلت في سينما وتصوير سينمائي والإخراج أصبحت هذه بالنسبة لي هواية. هذه مثلا صينية توني مسويها من شوية، وفي نفس الوقت في هالأيام هذه أقدر وايد وقت هنا وأتمتع بالشغلات هذه، أشياء للبيت، أشياء للعائلة،
اللي يبي مني أصلح له شيء، اللي يبي أسوي له حاجة، وهذه عائلة، هذه ورشة العائلة. بقول حياكم الله من جديد، لأن احنا مستمرين ومتواصلين وعايشين في الأحاسيس اللي سمعناها من خلال أستاذنا اللي متواجد معنا في الاستوديو خليفة شاهين، وخاصة لما هذا الضيف يكون في حالة عشق وحب وود وإخلاص. صحيح. للأسرة وللأهل. نعم. العلاقة قوية عندكم في البيت، العلاقة متينة جدا عندكم في البيت، والتواصل مستمر. نعم. للأبد إن شاء الله. إن شاء الله تصف هذه العلاقة، هذه سر النجاح. اسمع منك إن شاء الله. آمين يا رب. هاي سر النجاح، العلاقة القوية اللي موجودة في البيت. طبعاً الأسرة وايد وايد مهمة بالنسبة للفرد. لأن الفرد اللي استانس وارتاح في الأسرة في أسرته. صحيح. في البيت، في بيئتك، ينتج أحسن. صحيح. اللي تصور إذا كان متضايق في البيت شلون يقدر ينتج، شلون يقدر يعطي بقى. يعني لو عكست الموضوع، وبعدين إذا استقر الفرد وصار زين تستقر العائلة وتصير زينة، ومنها يستقر المجتمع يصير زين. لو عطيتك كم من اسم وقلت لك شنو يعني لك الوالدة، شنو تعني لك الوالدة؟ تعني لي الحب والحنان. الوالد، الوالد يعني لي الجهد والعمل المثمر الثابت القوي. نعم. الزوجة استقرار البيت والعيال. والعيال ما دام وصلت حق العيال. لا، العيال ما دام وصلت حق العيال. العيال يعدون لي تربية مضبوطة من البيت ومن المدرسة. البيت له تأثير كبير على تربية الأطفال وتربية العيال، والمدرسة لازم تكون مساندة، أو البيت مساند للمدرسة. لا. في تربية الأجيال جدا مهم. صدقت. تعليم في البيت والتعليم في المدرسة جدا مهم. أساس النشأة. صحيح. صحيح. علشان كذي صار التربية والتعليم يعني مرتبطين. التربية والتعليم. نعم. مرتبط مع بعض. نعم. أستاذ، إحنا بعد عندنا مجموعة من الفيديوهات، خلنا نشوفها مع بعض وبنرجع نكمل معك. خلنا نشوفها. هيا. هيا. بتقول بالي لا. خليفة أخوي، هذا الرجال الطيب الحبيب القريب إلى قلبي، أنا أشوفه كل شيء فيه حلو، ولأني وايد أحبه ومن صغرتي وأنا مرقته، وهو مدللني، كلنا نحبه لأخلاقه الرقية، نحترمه ونقدره، ولمكانه وايد عالية في نفوسنا. حتى أمي وأبوي الله يرحمهم كانت له مكان وتقدير عندهم. خليفة ولد بعد 2 من إخواني اسمهم خليفة، توفى والله يرحمهم، لذلك كانوا مشافقين عليه عقب ماية، هو عقب الاثنين هذين اللي توفوا. بو نادر يعتبر كبير العائلة، الحمد لله احنا اخوان وخوات نجتمع كل اسبوع، وهو بيكون معنا وننتظره بفارق الصبر يحلي قعدتنا. انسان مفرح اجتماعي ايجابي، بار بوالدينه وبواصل بأهلي. خليفة أخوي إنسان بمعنى الكلمة، نهر وبحر من العطاء، ما في سد يمنع من هذا العطاء، أعطى الكثير لبلاده وأهله وأهله وعائلته بلا مقابل من إحساسه ومشاعره، وهو لنا المرجع في كل أمورنا، تلقاه دايما فاتح لنا صدره بالحب، الكل يحبه في العائلة أو برا العائلة. هو يستحق الكثير والكثير من التقدير والاحترام لما يبذله وما زال يبذله. يقولون أن العطاء يخف لما يكبر الإنسان، أما خليفة شاهين فعطاء يزيد كلما زاد في العمر. أحبك يا أخوي وأفتخر فيك.
لطيفة وحنان، الله يخليهم لك إن شاء الله. سألناك عن الكلمة وسألناك عن الخوات، الله يحفظهم. حبيباتي دليل، شو أقول لك؟ عاجز عن الشكر، عاجز يعني. محبتهم من محبة الوالدة الله يرحمها. وايد أحبهم. الله يخليك لهم ويخليهم لك يا رب. إن شاء الله يا رب السعادة. بعيد عن الأهل عندنا مقطع بعد صوتي ودنا تسمعه ويانا. تفضل. وعطنا ردك على هذا المقطع، نسمع معك. برنامج وطني يستضيف اليوم ذاكرة البحرين الوثائقية السينمائية، فالأخ الفنان المبدع خليفة شاهين استطاع أن يوثق بكاميرته السينمائية لمراحل مهمة ونقلات أساسية ومناسبات أيضا مهمة، وأيضا يوثق سينمائيا لأماكن ولتراث ولمأثور ولتاريخ البحرين في أرشيف ما زلنا إلى اليوم بعد 50 عاما أو أكثر نستفيد منه، واستفادت منه أجيال كثيرة في برامجها، في محاضراته، في دراساته، في جامعاته، في مدارسها، في أروقة المعاهد العلمية والدراسية، لأنها مثل ما ذكرت ذاكرة البحرين السينمائية المصورة. ولو كان هذا الفنان المبدع فقط ترك لنا هذا المخزون لكفاه ذلك. حبيب الإعلامي المخضرم وعبد الله سعيد الحمد، وجه له طبعا تحية من خلال برنامج تحية وطن. شكرا يا أبو محمد، تحية تقدير وحب. أول لقاء تلفزيوني كان مع أبو عبد الله لك؟ أول لقاء سوالي سعيد الحمد، وكان في فريج المخارقة في المنامة، أول ما يابوا سيارة النقل. كان أول نقل إخراج حسن عيسى. الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير، تحياتي. كنت لابس بدلة، وهذه كان أول لقاء مطول لي في كنا في السيارة. في السيارة، سيارة النقل. نقل خارجي. واحنا كنا نتكلم، سمعنا صوت عرس وقفنا وسط اللقاء. كان في عرس في الفريج مرة. عرس في الفريج. وقفنا التسجيل حق فترة لين وقفوا. ابتدينا مرة ثانية نصور. ما صورت العرس يعني، ما استغليت. ابتدي العرس مرة ثانية يشتغل. خليته باك جراوند صوت. خذت كاميرتك ونزلت صورت العرس ووثقت هذه العرس اللي في أول مقابلة تلفزيونية. والله أتذكر أول كانت السيارة، طبعا سيارة النقل الجديدة. إي في ذاك الوقت. سنة كم كان؟ بداية التسعينات. بداية التسعينات. حوالي أواخر الثمانينات. في ذاك الوقت. أستاذ خليفة، شنو يعني حصولك على وسام الكفاءة اللي قدمه لك سيدي جلالة الملك؟ يعني لي الكثير، يعني هذه تاج على رأسي. وأنا أشكر جلالة الملك اللي أهداني هالوسام هذه، وأفتخر فيه. نعم. وتاج على رأسي. رأسك سيدي. هذا اللي يعنيني. نعم. يعنيني الكثير يعني. صحيح. طبعاً تقديراً يعني لي عملي في. وهذه اللقطات اللي تشرفك بالسلام على جلالة الملك المفدى وتسليمك ونيلك هذه الوسام الكفاءة من الدرجة الأولى. لحظات ما تنسى في الذاكرة. أبداً. هذه الأفلام الوثائقية اللي من الصعب أنك تمحي من الذاكرة قبل ما تمحي من المكتب اللي عندك. واحنا نشوف هذه اللقطات. الله يسلمه ويطول في عمره. آمين يا رب. يا رافقت جلالة الملك أيضا في إحدى زيارات خارجية. هي رافقته جلالة الملك لما كان ولي العهد في زيارتي لإيران. نعم. والعراق ومصر. نعم. وخاصة مصر تذكرها لأن كان فيها أحداث في ذاك الوقت. لكن فيها حدث معين في ذاك الوقت. لما زرت القاهرة مع جلالة الملك لما كان ولي العهد في ذاك الوقت، أعتقد من خلاله سلمت الأشرطة اللي كانت موجودة عندك.
لجنازة الراحل جمال عبد الناصر؟ لا، لما كان جلالة الملك ولي العهد. أي نعم، فزرت القاهرة. أي نعم، زرنا مصر، زرنا القاهرة. نعم، كان كنت في وفد معاه. نعم، زيارة القاهرة. القاهرة في ذاك الوقت. أي، لكن كان في الثمانينات يعني. نعم، في الثمانينات. تسعين، لا، 94. في 94. 94. في 94. وكان استقبال حافل في ذاك الوقت. كان استقبال حافل. صحيح. وكان أكثر يعني عسكري. صحيح. طابع العسكري كان غالي. إيه، أتذكر يعني كان في زيارة كانت خاصة لبورسعيد. نعم. في وآثار الحرب عليها يعني. ما بورسعيد ما كان فيها أحد أبداً، كانت خالية. نعم. صحيح. بس كانت محطمة. محطمة. نعم. والشيخ حمد طوال الله في عمره زار مع واحد من ضباط الجيش. سعد الدين الشاذلي. نعم. ذاك الوقت هو. صحيح. نعم. أنا لو تسمح لي أستاذ، عندي هدية بسيطة من برنامج وطني من تلفزيون البحرين من وزارة الإعلام، مقدمة للأستاذ القدير والكبير والمخرج أيضاً اللي نفتخر ونعتز فيه في البحرين. شكرا. الأستاذ خليفة شاهين. قامة كبيرة مثلك أستاذ. نتمنى إن شاء الله. لا، استريح استريح استريح، احنا نسلمك إياها. نشكرك حبيبي. مع بوسة على جبينك. ناصر حبيبي. هاي باسم كل منتسبين الإعلام في البحرين. ما تقصر. الله يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ويبارك في عمرك إن شاء الله. سلمكم. وطبعا أنت يعني الصور اللي يعني قدمتها هذه يعني خالدة في الذاكرة. يعني أنت تستحق أكيد أكثر. أشكركم. ولقاء كان يعني جدا جميل من قامة مثلك يا أستاذ. نفتخر فيك في الحقيقة لما إحنا نستضيف يعني شخصيات مثلك وشارواك في برنامج وطني. هذه معناته أن إحنا فعلا نفتخر يعني في يعني قامة بحرينية مثلك. قبل ما نختم للأسف يعني الوقت يعني بدأ أن يعني ينتهي هذا اللقاء، إذا من كلمة أخيرة تحب أن توجهها طبعاً عبر برنامج وطني. أنا أوجه كلمة للشباب. شبابنا اليوم لازم يجتهد ويثابر لرفعة الوطن. أنا أقول ما في أحسن من وطنك، أنك أنت تخلص وتشتغل بكل جهدك لرفعة الوطن هذه، ولا تقرك أي 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 شيء في الوجود، لا يقرك إنسان، لا يقرك بلد، لا يقرك أي إمكان، إن أنت تعمل أي شيء ضد وطنك. لازم تجتهد برفعة وطنك كل ما أوتيت من قوة. وطنك هو كل شيء بالنسبة لك، وياني وياك خيانة الوطن، لأن خيانة الوطن ما عليها خيانة بعد. ما بعدها خيانة. صدقت هذه الكلمات القلبية. صحيح. وصلنا معاك للأسف الشديد، وأنا أقولها بحرقة، كان ودي معاك الحلقة الطول والطول وحلقات تصير معاك أستاذ خليفة شاهين، ولكن دائما أنت مخرج وإعلامي وتعرف دائما محكومين بوقت. أكيد. والوقت كالسيف، ولا وحدنا ودنك طعق قبل لا يقطعنا. أكيد 100%. شكري لك قبولك الدعوة. وأنا أشكركم معنا. شكرا لك أستاذ على وجودك. كثير والشكر لك. مشاهدينا خلكم معنا، بالتأكيد متواصلين معاكم في برنامج وطني، ولكن بعد هذا الفاصل. حلوة بعيني لو كانت صغيرة، يا
يا رب يحفظ الملك ويحفظ الديرة. يا حلوة هبة عيني لو كانت صغيرة. يا رب يحفظ الملك ويحفظ الديرة. يا رب يحفظ الملك ويحفظ الديرة. يا رب يحفظ الملك ويحفظ الديرة. فخرنا عزنا كلنا انت يا ابو سلمان. لقلو اسمك يا حمد زدنا فخار وشان. لقلو اسمك يا حمد زدنا فخار وشان. لقلو اسمك يا حمد زدنا فخار وشان. دارت الدنيا بعد الله انت العون. لدارنا ذي العالم مثل جبال ما يكون. لدارت الدنيا بعد الله انت العون. لدارنا ذي العالم مثل جبال ما يكون. بدرة البحرين قلبي ونور العين مثل عليها الورد ومحمد وياسمين. بدرة البحرين قلبي ونور العين عليها الوان ومحمد وياسمين. مشاهدينا، يعني اليوم حلقتنا فيها كثير يمكن من الشخصيات اللي يمتلكون مواهب يعني حقيقية، مواهب فنية. يمكن الموهبة دائما تولد أو يعني يولد صاحبها، ولكن يعني يحتاج دائما لممارسة وتدريب عليها عشان حتى إنه يتقنها ويصبح كذلك مبدع. ويعد أكيد الرسم من المواهب اللي تخلينا نوقف لها احترام، لأن ما تقل أكيد أهمية عن الموسيقى أو عن الأدب أو حتى الشعر، بحيث أنه يعني يقدر الرسام أنه يعبر عن واقع أو يعبر عن قصة أو حتى حزن أو سعادة من خلال رسمة واحدة. اليوم ضيفتنا فنانة بالفطرة وعندها كثير من الهوايات والمهارات، وشاركت في برنامج لتنمية مواهب الرسم وأيضا التصوير. خلونا نتعرف عليها في هذا التقرير وراجعين لكم. رزان، الشخابيط شلون بدأت؟ الشخابيط أو قبل الشخابيط بدأت في الرسم يمكن من كنت أنا صغيرة. كنت أرسم وبيتنا نموا هالموهبة فيني من خلال دورات في مركز سلمان، مدينة الشباب وعدة أماكن. بس كان فيني طبع أن أنا أخذ شخابيطي ما طلعها حق الناس، ويمكن ليومك ذي الناس أو ليومكم ذي الناس تستغرب لأن أنا أعرف أرسم أو يشوفوني أرسم. فهاي شخابيطه بديت من سن صغير، بس وقفت ورديت اني تعلمت شيء جديد وهو ديجيتال ارت، ان انا ارسم بقلم الكتروني وباد، وحبيت هالشيء ويمكن طلعتها في 2013 حق الناس من خلال السوشيال ميديا. تذكرين اول رسمه؟ اوكي، من اكثر الاشياء اللي احب ارسمها هي العيون. العيون وسكاي لاين البحرين هاي اكثر شيء احب ارسمهم. بس اول ما تعلمت اني استخدم البن والباد الديجيتال ارت اللي ممكن نسميه ديجيتال ارت، رسمت رنج ما له دخل، نص رنج ما كانت بعد كامله. فكنت احاول اني اتعلم ان شلون ارسم ديجيتال، لانه يختلف الرسم الديجيتال عن الرسم العادي، لا اختلافات في الابعاد وغيرها. شنو اللي الهمك للرسم؟ يمكن ما عندي شيء معين يلهمني في الرسم، في عدة أشياء حولنا هي اللي تعطيني الإلهام لأن أنا أرسم شيء معين. فإن شاء الله اليوم بنجرب نرسم شيء، بنشخبط شيء وإن شاء الله يعجبكم. أوكي، سو اليوم برسم لكم شيء وإن شاء الله يعجبكم. نرسم على خشب، بالأصح بنشخبط على خشب. Thank you.
سو حطيت اللون الأبيض وقاعد أوزع بطريقة أز إنه هو يكون باك جراوند. الرسمة يبي لها وقت فبتشوفونها في الاستديو. رجعنا لكم مشاهدينا ونرحب بالفنانة والناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي رزان الجاسم. أهلا وسهلا فيك رزان. هلا والله. يعطيك العافية. الله يعافيك. إحنا ما بنتحكي سيدة عن اللي شفناه بعدين، بس أوكي. أول شيء شلون جاسم أخوك؟ والله جاسم أوكي، مختفي ويا الدراسة. زين ليحين. يعني أنا أحس أن هذه فطرة فيكم أنتوا، تحبون الرسم والخط و... صارقيني هو أبوي عنده هالموهبة إنه يخط ويرسم. جاسم اخوي يرسم ففي العائله ايه. صح. ليش سالت؟ لانه هو مره خط اسمي اتذكر. اي اي انا تلاميذي ما انساهم. نرحب فيش طبعا في برنامج وطني. انا بالشرف والله. يعني انت فنانه ودائما نقول ان تبتدي من الشخابيط، ولكن يمكن لكم انتم كفنانين الشخابيط لها معاني. ممكن من الشخابيط تطلع اشياء يعني كثيره. احنا نشوف طبعا كثير من الرسمات اللي انت تقدمينها طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي اكيد. يعني خلينا نشوف الحين الرسمه اللي انعرضت، انت بديتي فيها في التقرير. نبي نشوف النتيجه شنو كانت. اجرب تعجبكم. بتعجبنا. هو فيها ديتيلز ما تبين في ال... شرح الديتيلز رزان. اوكي. عن البحرين، دام اسم البرنامج وطني كتبنا الوطني، كنت ابي جاسم يخط. صحيح. بس ما حصلتها في الهاي. فقلعة عرض ويعني بعض المعالم اللي نحس انه يونيك في البحرين. فهالمباني هالمعلومات يعني انا لان يمك لما اركز على اللوحه قاعده اشوف فيها فعلا شخابيط، فيها وايد ديتيلز، بس ضعاف. وايد ضعاف. إيه؟ ولكن طلعت لوحه من هذا الشخابيط. إيه؟ صح. هو كل فنان يمكن له ستايل معين يحب يرسمه. انا من الاشخاص اللي وايد اميل حق الخطوط باللون الاسود. باللون الاسود احب الاسود. والاحمر احب اكثر، واشوع ان علمنا في احمر، فالاحمر وايد يجذب الناس. صح. بالذات مع الابيض. بالضبط. راقي مع الابيض. تحبين الخط اكثر او تميلين للخط؟ الخطوط. الخطوط. اي زين، كلميني عن يعني بدايتك في يعني خلينا نقول في الخط، شلون بديتي؟ يعني شلون انت يعني استغليتي هذه الموهبه والملكه عندك؟ اوكي، احطها هنا ولا اشيلها ولا؟ اعطيني اياها. اوكي. هو في البدايه لما بديت ان انا ارسم في الصج، كنت عبالي ان الرسم بالذات اذا انت موهوبه من انت سن صغير، عبالي ان الرسم دي الشيء ترسمينه كوبي بيست. فما كنت اعرف حزاته انه ممكن كل شخص له ستايل معين. صح. يرسم فيه. ممكن اثنيناتنا نرسم مثلا تفاحه، بس كل واحده بستايلها المعين. بديت افهم ذا الشيء يمكن فتره متاخره يعني في الجامعه، بس احس الخطوط واللاينات اللي بالاسود تمثلني انا. فالفنان يعكس شخصيته في رسمته، في شخابيطه ولا اي بيس اوف ارت هو يرسمها. صحيح. فلين ارسم شيء ما حطيت اسمي، اذا انت متعوده تشوفين شغلي بتعرفين انه هي شغلي. كلامك صح. لان في رسمات تنتشر يمكن في السوشيال ميديا. تبين وتبين ترى ان حتى لو قصوها. ان رزان ترى اللي رسمته. صح. في لك رسمه انتشرت يعني بشكل كبير اللي هي مالت كاس الخليج. اي هذه كانت غير متوقعه. غير متوقعه. يعني انا رسمتها والبحرين قاعد تلعب، بس حدي كنت واثقه ان البحرين بتفوز. فمبارزه السكتش اول ما قول البحرين فازت بوست. فكان هاللون. صح فعلا انتشرت. انتشرت بشكل كبير، حتى ما توقعت هالكثر. يعني ما توقعت انها توصل يطبعونها على كيكات وشوكلت. هذه هي الرسمه. ايه. شفناها وايد انتشرت في كل مواقع التواصل الاجتماعي. الكاس هو صوره ويا شخابيط.
اللي يدقق داخلها بيشوف فيه شخابيط صغيرة. هي في نوع من أنواع الفن ميكس ميديا. ميكس ميديا. إن أنت تختارين أكثر من شيء توظفينه. حلو. فأنا الصورة الكاسي هي. كتبتي رزان عليها. تحت صغيرة. تحت صغيرة. قصة. بس ترى حتى السكتش دي لا معنى. يعني يوم أنا خذيت الكاس كنت أفكر شنو ممكن أسوي حق البحرين إذا فازت. هل أخلي اللاعبين؟ هل أخلي أشخاص معينة؟ صح. فكرت أن ترى الفوز البحرين من فوز كل الشعب البحرين. فلو تلاحظين الكاس بس أيادي. صح. فكلنا فايزين. كلنا فايزين فعلا. وفوز حلو كان. بالضبط. حلوة الأيام ما شبعنا منه صح؟ تنتونا. إن شاء الله الله يرد إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. وخذوا الصوره بيحطوها على الكيك صح ايش كثر كيكات وصلت لي طرشتوا لي شوكليت وايد وايد اماكن نشروها حلو شيء حلو طيب رزان ايش كثر الواحد مهم انه يعني يخضع حق دورات تدريبيه في مجال الفن او في مجال الرسم تحديدا انا في البدايه يوم بديت ارسم كان مو بديت ارسم يوم كنت صغيره يعني بيتنا لاحظوا ان انا عندي هالموهبه فكانوا يودوني مركز سلمان وشباب الرياضة وغيره من هالأنشطة. بس هو القمانده في الشخص نفسه. هل أنت تبين تطورين موهبتك ولا لا؟ لأن ممكن أي شخص يرسم ممكن أنت تتعلمين ترسمين من خلال دورات ولا غيره. صحيح. بس لين هالموهبة عندك إياها بالفطرة نظرتك حق الأشياء تكون غير. صحيح. فعقب فترة استوعبت إن الواحد صدق لازم يطور روحه إذا تبين أنت صدق تشوفين رسمه وتشوفينه عقب سنة إن أنت شلون طورتي روحك. فالتطوير مهم جدا صح يعني يمكننا يهال وليه الحين ترى لنرسم الشجرة نرسمها حرف الواي ليه الحين زين غيره احنا شي لا كوبي بيست بس انت لنا فنانة فخذيت يعني خط ثاني خلنا ننتقل حق جانب اخر بما انك يعني مؤثرة في السوشيال ميديا يعني تشاركين في كثير من الحملات الإغاثية والتطوعية تشاركين في أعمال خيرية كثيرة خلنا نتكلم عن هذا الجانب. اوكي. شنو تبي تسمعين عنه بالضبط؟ قولي يعني هذا العمل انا بحسب اللي قاعده اشوفه اي مؤثر يعني يقضي وقته كله في السوشيال ميديا، صح ولا لا؟ هو الشيء الرئيسي اللي خلوني وايد اكتف هالشيء لان انا تربيت في بيئه تحب ان هي تسوي اعمال خيريه، تتطوع. فتعودت بسن صغير اني انا اتطوع. بس ساعات تمرين بمواقف حياتك او بعض اللحظات اللي تخليك ان صدق تبين توصلين ذا الشيء ولا لا. فعن التطوع انا كنت اتطوع عشان استغل وقتي بصراحه. ايام تعرفين ايام مدرسه تخلصين مدرسه بس من الظهر ما عندك شيء. صحيح. بس ساعات تمرين مواقف وانا اتذكر اني شفت مقابله حق دكتور عبد الرحمن الصميط الله يرحمه. كان يقول انه عن فائده التاثير. من ابسط الاشياء تسوينها خيريه شلون ممكن تاثر وشلون تبتدين تاثرين من محيطك الى 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 فحكي وايد اثر فيني صرت حطيت لي تارجت اني ابي اجرب اروح افريقيا ابي اجرب ذي فاي عمل خيري او اي نشاط خيري انت تسوينه حتى لو كان تطوعي ترى هو حق مصلحتك انت لان انا اروح افريقيا ووزع ترى انا مو رايحه لان هم محتاجين انا محتاجه انت محتاجه صح انت تغيري من داخلك صح هذا مبدا العطاء اي وبعدين دائما اقول شبابنا يحبون دائما اعمال الخير ويحبون الاعمال التطوعيه بس انا يوم انت قاعده تتكلمين انا قاعده اشوف البنز اللي عندك سبورت اي اللي حاطه شلون ثينك بريست كانسر والاطفال بعد شال فيهم كانسر طيب في يمكن كثير من الناس يمكن يقولون ان اي شخص مؤثر في السوشيال ميديا ما ينقل حياته الواقعيه الحقيقيه 100% هل هذا الكلام صحيح انا في وجهه نظري انه صح لان انا مشهوره في السوشيال ميديا وانت عندك فولورز اي حد عنده فولورز من غير فولورز انت تصورين صوره كشخه بكشخه العيد 10 صور تختارين احلى واحده تنزلينها ما حد يرضى ينزل صورته بطريقه غير لائقه او انه مو بحلوه صحيح حتى لان انت مثلا متكدره زعلانه مو بتصورين روحك ولا انا قاعده اصيح والله في ناس يصورون ترى رزا اي احس لا رزا في ناس يصورون فيديو غريب الشيء ترى الشخص اللي تابعت ما يبي يتكدر يبي يشوف شيء يا يفيده يا انه يعني من غير اي يعني صح. من غير صياح من غير دراما ولا غيره يعني انا رزا اشوفك من يعني خلينا نقول من المؤثرات
اللي استفدتي من المتابعين وعدد المتابعين يمكن يعني نعمة اللي عندك هي قوة التأثير، أن أنت فعلا قمتي ترسلين رسائل خلينا نقول يعني بأي مجال إيجابية مؤثرة. ساعات يمكن أنا أشوفك ساعات شوية يعني لازم لك حركات، يعني مو أنه هو يعني لازم توقف لازم بالعكس، وهذا شيء زين لما تشوفين مثلا في شيء غلط تسعين أن أنت تصححينه وهذا شيء صح، أنت يعني استخدمتي يمكن تأثيرك في جانب إيجابي، صح ولا لا؟ صح. بعد بضيف لك شغلة، أنه ساعات من الفولورز اللي عندك تقدرين تسوين مشروع خيري متكامل. ممتاز. في 2016-15 الحمد لله فضل الله وفضل اللي تابعوني قدرت اني ابني مدرسه في كينيا. ممتاز. فوق ال 10,000 دينار كويتي. ممتاز. فيعني هاي لا حد يستهين بالفولورز ولا من غيره لان يقدرون يغيرون. صح. واعتقد يعني طريقه التفاعل الايجابي الشخص هو اللي يحدده، صح ولا لا؟ إيه؟ يعني في ناس يقول لك هذه شغلي لي انا بروحي، الفولورز حقي انا يعني بروحي. ولكن لما تستفيدين منهم في عمل خير بالعكس هذا الشيء وايد زين، صح ولا لا؟ وبعد ساعات انت هل انت مدشيت المجال انت او قبل ما تدشين المجال هل انت في نيتك تبين فولورز ولا بس اوت اوف نوير انت حسيتي او ترى انا عندي فولورز؟ انا ما كنت واليوم كذي انا ما تعمد اني انا احصل فولورز. لو بتعمد في وايد طرق بالذات احنا بنات نقدر نسويهم نحصل فولورز. صحيح. أحاسب حتى لو إن العدد اللي عندي يمكن ثابت نوعاً ما، أحاسب في كل شيء إنه أنا أحطه. إيش كثر ياخذ من وقتك السوشيال ميديا بصراحة؟ تبين تضحكين؟ إن أنا لين أطلع ويا أحد ولا لين قاعدة ويا أحد في البيت ولا شيء ما طقطق في تلفوني. ممتاز. إيه يعني أستانس بوقتي ويا الأشخاص اللي حولي. ممتاز. في ناس والله كل شيء يصورون. في ناس عبالهم 24 ساعة. إيه؟ حتى إذا عندي شيء معين أبي أصوره أخلص عشان أستانس. قعدتي ويا احد يعني. تعطين كل واحد حقه؟ اي في البيت. اسال جاسم عاد كل واحد في وجهه بساله. سالي جاسم المختفي مو بانا. يمكن يدرس طب مو مؤثر يعني صح بالسوشيال ميديا. إيه؟ طيب فريق الاعداد قالوا لي شغله انه يعني يمكن في مواقف اثرت فيك وخلت رزان تتغير. اوكي. من ضمنها طبعا زياره دار المسنين. اي خلنا نتكلم عن هذه الجزئية. يمكن أصعب شيء على كثر ما الأشياء اللي سويتهم خيرية يعني زيارات الخيرية ولا غيرها جربت كل شيء يعني أي مشروع ممكن يطري في بالك أكيد جربته. بس كان في شيء واحد اللي أنا حسيت إن أنا ما أقدر هو دار رعاية المسنين. شو ما تقدر من أي؟ لأن يعني؟ يدي الله يرحمها كنت وايد أحبه وايد متعلقة فيه فصعب عليك تروحين دار رعاية المسنين تشوفين أحد يعني كبير في السن. صحيح. فتميت ليه انا في الجامعه يعني تخيلي كم عمري ما بنقول كم عمري بس يعني تخيلي اللي قلت انا ما سالتك فتخيلي لو تحسبين التطوع اللي انا كنت اتطوعه ايام المدرسه ففي جاب عود يعني في سنوات طويله انا ما جربت اني انا ازور دار رعايه المسنين. فيوم رحت اول مره كنت انا ويا فاطمه المحمود رفيشتي كنا رايحين اول يوم عيد. والكونسبت من دي الشيء لان فرحه العيد تكون في اول يوم عيد. شنو العيد اصلا بس يبتدي في الزيارات. صح. وينتهي بغدا العيد. صحيح. عند الاغلبيه. فكانت الفكره ان اول يوم عيد نعايد على شيب والعيايز اللي بدار رعايه المسنين فكره حلوه من باب ان انت تعايدين اوريدي على اهلك بارت اوف ات وهم اهلنا يعني. اي فاذكر دشيت اول مره ويعني حدي تعرفين شوي تكوني متوتره انه يعني ما تبين تقولين شيء ولا ذي تحسبين تخافين هم يمكن يعني شلون بيفكرون. اي والله يونسون وايد وحشوني صار لي فتره ما رحت لهم. يوم بنخلص احب نطلع الا واحد من الشياب قال انا بس احتاج احد يسلم علي ما احتاج احد انه يسالني شلونك. إيه. لهالدرجه. اي صح. فوايد يعور في القلب ويأثر ويخليك ان انت تزورين. يمكن البعض انتقد ان ايش لا اصور احنا رايحين دار رعايه المسنين لكن في الجانب الاخر شفت وايد اشخاص ردوا علينا ذكرتينا نزور اهلنا الكبار يدي يدتي من زمان ما زرتهم. فالغرض ان نوعي الناس انه يعني الكبار في السن. صح. لهم حق. رزان ساعات في ناس يقولون الواحد اذا بيسوي اعمال تطوعيه او خيريه او مساعدات بالخاش مو بالخاش انه يعني عشان يبتعد عن الرياء ولا يصور ولكن يمكن في جانب اخر انه انت تشجع كثير من الناس انهم بالعكس لما يشوفون هذا الفيديو هو كانه فيديو تشجيعي او فيديو توعوي
تيج بعض الملاحظات من الناس انه ليش تصورون لا تصورون كلش شوي وهو يعني في النهايه على النيه يعني الله يعرف نيتك اللي في قلبك لو شنو الاوادم قالت الله يعرف نيتك في قلبك بيحاسبك على نيتك بس انا احاول قد ما اقدر استغل الشيء حق هالاشياء يعني استغل ان انا عندي سوشيال ميديا عندي فولورز حق الاشياء الخيريه لان ساعات اشياء بسيطه تحطينها تكتشفين والله الناس كانت محتاجه هالفتره مشروع تتبرع فيه صحيح. والله محتاجه ان تشوف ذي الشيء ساعات اشياء بسيطه ترى صحيح. يعني تحسين مثلا يعني ابسط الاشياء اوكي زياره دار رعاية المسنين ما تاخذ شيء من وقتك حتى مالشتة والاشياء هذه يعني يعني فخورين فيك لما نشوف حبيبتي. يعني بنت بحرينيه تستغل شهرتها وتستغل طبعا يعني تأثيرها في امور يعني متعلقه بالخير في امور يعني تدافع فيها عن وطنها انا شفتك كذا فيديو يعني تلاقبين شويه بس ممتاز يعني عشان ديرتك شوف في الستوري قطعتك ما حد يرضى على ديرته يعني لو شنو ما حد يرضى اللي يرضى في خلل بصراحه او اللي حتى يسكت هذه بعد في بعد مشكله في خلل صحيح يعني فعلا لذلك انا اقول انت من الناس اللي تتكلم تسجل موقف غير اللي كانه يعني ما في احد كنا ما حد موجود إيه. عندكم انتم يعني هو ساعات الناس تتجنب الاشياء السياسيه وانا من الاشخاص اللي احاول اني ما ادش في اي شيء سياسي ما قد تحكيت في شيء سياسي بس لين احد يتحكى عن ديرتي خط احمر طبعا ما حد يرضى اشكرك على وجودك حبيبتي شكرا شكرا على الرسمه شكرا الشخابيط ان شاء الله عجبتكم وايد جميله اشكرك والله يوفقك ان شاء الله ليوت يا رب واتمنى لك ان شاء الله يا رب يعني مستقبل باهر يا رب شكرا لك حبيبتي مشاهدينا نطلع فاصل وبنرجع نكمل معاكم حياكم الله من جديد الصراحه حقيقه انا استمتعت برزان الجاسم والشخابيط اللي تقول عنها هي في الحقيقه فن جميل جدا صحيح. وراقي جدا ويعطيها العافيه جميله رسمات لها اللقاء الجميل مشاهدينا خلينا نستعرض معاكم اخر الاحصائيات اللي اصدرتها وزاره الصحه ليوم الاثنين 26 من شهر اكتوبر 2020 والمتعلقه بفيروس كورونا في مملكه البحرين حيث اجرت مملكه البحرين اكثر من 1,688,000 فحص وهي النسبه اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان وقد بلغت الحالات القائمة 3,163 حالة وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 3,138 حالة فيما يبقى 25 شخص تحت العناية نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 67 حالة أما المتعافون فيبلغون 76,776 متعافي الوفيات 316 حالة نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان نعم فواز يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين تم رصد 280 حالة جديدة بفيروس كورونا منها 67 حالة لعمالة وافدة و198 حالة لمخالطين و15 حالة قادمة من الخارج وتسجيل 4 حالات وفاة وتعافي 300 وحالتين الله يحفظ البحرين وهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيد الله مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية ليلة من ليالي وطني إن شاء الله نلقاكم بكرة بإذن الله مع زملاء بسام ورقية في أمان الله في أمان الله وحفظه بعد السلامة تصبحون على خير